الصداقة. حسناً، ها نحن نبدأ. بضربة ماهرة من بارتلبي تبدأ مواجهة الكرة البطيئة في يوم الصداقة. أوه، وتردها ترو بضربة حلزونية مذهلة. ارتفاعاً ممتاز. سأمسك بها. انتظراها، ابقيا منتظرين. نسميها ضربة الذيل المقلوبة للكرة البطيئة بالحركة البطيئة. حركات رائعة بارتلبي. أوه، أين ذهبت؟ حسناً، لا مشكلة، سأحضر الكرة وسأبقى جافاً تماماً بينما أفعل ذلك. أنا فقط. هيا يا كرة، تعالي إلى بارتلبي. آسفة لأنني جذبت ذيلك، لكن الوضع بدأ عاجلاً في نظري. بالفعل كيتو أبتل، لكنك لن تدعي ذلك يحدث أبداً، صح ترو؟ حسناً، ليس في يوم الصداقة. غريزيلدا؟ تدا! جئنا لنجعل يوم الصداقة مشرقاً. جعلته مشرقاً بالفعل، هل من زر لخفض الضوء؟ بما أن الجميع هنا، فلدي شيء أريه لكم، هيا! بمناسبة يوم الصداقة، صنعت لكم جميعاً أساور صداقة. هدايا؟ شكراً ترو، هذا لطف منك. رائع، سواراتنا متطابقة. لم تخبروني بأننا نتهادى في يوم الصداقة. كنت سأهديكم جميعاً هدايا جيدة جداً. ليس ضرورياً، أردت صنع أساور الصداقة لأصدقائي فحسب، وهناك طرق كثيرة تظهرين بها اهتمامك يوم الصداقة. كخبزي بسكويتو تلمل للتشارك، تريدين؟ رائع، والآن نتقاسم أيضاً؟ كما يعتني الأصدقاء ببعضهم، مثل حين أنقذتني ترو من البلل. هاك فروكي. لكنني لم أصنع الهدايا أو أخبز الكعك أو أنقذ أحداً، لم أفعل شيئاً لطيفاً. متى سأتصرف بلطف؟ حسناً، ما كنا لنحتفل بيوم الصداقة دونك، ساعدتنا حين احتجنا إليك. حسناً، أجيد المجيء فعلاً. أو! جربتي جراب، أبعديه. ترو، أبعديه. حسناً، لا تتحركي وسأمسك به. حسناً، أمهليني لحظة، لابد من وجود طريقة صحيحة لنزع الجريبتي جراب. أسرعني. أوه، إنه هجوم الجريبتي جراب على الأطعمة الخفيفة، أنقذوها. شو، ابتعدي. فروكي، انتبه، أحد الجريبتي يريد طريقة منديلك الجميل. مهلاً، الجريبتي يأخذون كل أكسسوارات الموضة خاصتنا، منذ متى يهتمون بالأناقة؟ لا تهتم، لكنها تحب الأشياء البراقة. في الواقع، وبحسب الأساطير، يوجد جريبتي جراب عملاق في البحر يملك كهفاً مليئاً بالكنوز. إذاً، ما دام الجريبتي جراب يحبون الأشياء البراقة، هاك أيها الجريبتي الصغير، أتريد هذا؟ حلت المشكلة. لقد أنقذتني يا ترو. أنقذتني، وضحيت بسوارك لتفعل ذلك. يا لك من صديقة رائعة. ليس أمراً كبيراً، يسرني أنك بخير. أنا صديقة رائعة، سترين، سأستعيد سوارك. توقفوا على الفور وأعيد سوارك. أجل ونظارتي. أجل، هذا البسكويت ليس بديلاً ناجحاً للنظارات، لكن مذاقه رائع. هيا عودوا أيها الجريبتي، أنتم تفسدون يوم الصداقة. دوري كصديقة جيدة صعب. سأصنع لترو سوار صداقة جديداً بل وأفضل باستخدام قواقع البحر البراقة جداً التي سأختارها بنفسي. اصبر يا فروكي، سنلعب بعد أن أنهي واجبي كصديقة لطيفة. تدا، انتهيت. أليس رائعاً؟ إنه لا يقاوم. هاي، لابد أنك جربتي جراب العملاق الذي يجمع الأشياء البراقة. اسمع، أتفهم حبك للأشياء البراقة، لكنني أود استعادة السوار الآن رجاءً. هاي، عده لي. إنه ليس لعبة، صنعته لأحد أصدقائي. ماذا؟ لا، ليس أنت. لا يمكن أن تصادق أميرة أحداً أنانياً هكذا. لا 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 لا. ليس عدلاً، لا أستطيع السباحة هناك، لست سمكة كما تعرف.
ماذا فعلت للتو؟ ولما أشعر بأن قدمي متراخيتان؟ أصابع قدمي الرائعة! كيف سأجرب أحذية جديدة؟ المفترض أن تكون غريزيلدا قد عادت، لنبحث عنها. لن يكون ذلك صعباً، علينا اتباع الضوء الساطع. إنها الشمس يا بارتلبي. أوبس، مرحباً يا شمس، يوم صداقة سعيداً. يمكن أن نتتبع أثار غريزيلدا في الرمال. فكرة جيدة يا زي، هيا بنا. أعد! هذا اليوم لا يسير كما خططت. أوبس، أنا آسفة، لست معتادة على ذيل السمك. انتظر هنا، لن أتأخر. سأمسك بجريبتي وأستعيد السوار وأجعله يعيدني لأميرة كي لا أضطر لقضاء بقية حياتي في البحر. بانك بوم، سأعود قريبا. إلى اللقاء. انظرا إلى ذلك البريق، إنها غريزيلدا مع جريبتي جراب العملاق. الأسطورة حقيقية. غريزيلدا تملك ذيل السمكة. ماذا حدث يا فروكي؟ أليس ما حدث واضحاً؟ فضلت غريزيلدا قضاء يوم الصداقة مع غريبتي جراب عملاق وليس معنا. لا تقلق يا فروكي، سنعتني بك. كم نضحي من أجل أصدقائنا. مستحيل أن تترك غريزيلدا فروكي وحده، خاصة في يوم الصداقة. أظنها تحتاج مساعدتنا، يجب أن نذهب وننقذها. تقصدين أن ندخل الماء؟ أجل، بما أننا لم نتحول إلى أسماك نحتاج مساعدة الأماني. كوميلو، هيا فروكي، أنت أيضاً إلى شجرة الأماني رجاءً. يوم صداقة سعيداً أيتها الأماني، لكن لا وقت للثرثرة، صديقتنا تحتاج المساعدة. حسناً، لنجلس ونفكر. حسناً ترو، كيف تساعدك شجرة الأماني؟ حسناً، نظن أن غريبتي جراب العملاق حول غريزيلدا إلى فتاة سمكة براقة جداً، لذا أحتاج إلى أمنية لعكس السحر وإعادة غريزيلدا إلى حقيقتها. وبما أن غريزيلدا تحت الماء، أحتاج إلى أمنية تسمح لي بالترحال تحت الماء. إنه يوم الصداقة، سنذهب جميعاً. طالما بقيت جافاً تماماً. حسناً، أحتاج إلى أمنية تنقلنا جميعاً تحت الماء. لقد سمعتك شجرة الأماني ترو، حان وقت حصولك على أمانيك الثلاث. أنا مستعدة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركي أمانيك المذهلة معي رجاءً. شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة. شاركيني رجاءً يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزة. شمشم، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزة. إنها مجموعة من الأماني الرائعة، لنرى ماذا ستقول الموسوعة عن قوتها. إذن هذه سابا. مرحباً سابا. سابا أمنية تحت الماء، يكبر حجمها لتتسع لأصدقائك وتحافظ على جفافهم. أو تروقني، أفضل أمنية أراها. هذا ممتاز، ستساعدنا سابا في التنقل تحت الماء كي نجد غريزيلدا. الأمنية التالية أندو. أهلاً بك يا أندو. أندو. هذه أمنية عكس، حين تلف إلى الوراء على شيء ما تعكسه، لكن لا تستخدم إلا مرة. إذا كان يستطيع إعادة غريزيلدا إلى أميرة ذات ساقين، فلا داعي لأن يعمل أندو إلا مرة واحدة. وأمنيتك الأخيرة هي شمشم.
شمشم ساعدنا قبل هذه المرة، إنه يجيد الاهتزاز. مرحبا مجددا شمشم، هذا يدغدغ. لا أعرف كيف سيساعد الاهتزاز في إنقاذ غريزيلدا، لكن سأفكر في شيء ما. زو زب زاب، الأماني في حقيبتي. والآن لنحضر صديقتنا غريزيلدا. شكراً يا شجرة الأماني، يوم صداقة سعيداً. كيف تسمح الأسماك بهذه الذيول المتراخية؟ المعذرة، أنا أمر. لا يمكنك الهرب مني بهذه السهولة. ذيل السمك هذا مزعج للغاية. شكرا. إذا ستعيد السوار لي الآن؟ لن تفعل. مسكين فروكي، اشتقت لغريزيلدا صحيح؟ لكن لا تقلق، سنجدها تحت كل ذلك الماء، أليس كذلك ترو؟ بالتأكيد، حان وقت أمنيتي الأولى. زب زب زو، أختارك. استيقظي يا سابا، تحققي يا أمنية. مرحبا سابا، نريد الذهاب إلى أعماق البحر وإيجاد غريزيلدا، هل ساعدتنا؟ سابا بنا. حسناً يا سابا، نحو البحر. ابحثوا جميعاً عن غريزيلدا، المفترض أن نلمحها بسهولة بذلك الذيل البراق. أو رأيته خلف تلك الصخرة هناك، من هذا الطريق. ليست هي، إنها مجموعة سمك. كل تلك الأسماك ترتدي ذيل غريزيلدا نفسه، لن يسرها ذلك. مهلا، كيف سنلمح غريزيلدا إذا كان لكل شيء ذيل براق؟ لا تقلق يا فروكي، غريزيلدا في مكان ما هنا وسنجدها. لكن كيف؟ هذا ليس كتتبع آثارها في الرمال. صحيح، لا يمكنها ترك آثار أقدام إذا لم تكن لديها قدمان. قد لا تكون لغريزيلدا آثار، لكن آثار جريبتي العملاق موجودة. تفكير جيد. قلت لك فروكي، ترو ستعثر على غريزيلدا بسرعة. حسناً يا سابا، اتبعي تلك الآثار. ليس عدلاً. تعرف لا أستطيع الخروج من الماء سيراً وإلا هذا الكهف المذهل. منزلك تقريباً بروعة قصري. كل هذه أشياء جميلة براقة، منها أنا. لست نصف سمكة، أنا حورية بحر بديعة، فاتنة رائعة الجمال، بل مدهشة. ليت أصدقائي يرونني الآن. اشتقت لهم، خاصة صديقي فروكي وزي وبارتلبي وترو. صنعت السوار الجميلة من أجلها. تعرف طبيعة الأصدقاء؟ ربما لا. شكراً، سأهديه لترو بمناسبة يوم الصداقة لأريها كم أنا صديقة رائعة. الأشياء البراقة. لحظة، هذه لي؟ أجل، إذا تريد أن نصبح صديقين؟ أجل أجل أجل، المطاردة والاختباء كانا مجرد لعب؟ بالطبع، يمكن أن تصدق أميرة أحد لجريبتي، بيننا أمور مشتركة كثيرة.
جيراننا يحب الأشياء البراقة ولدينا منازل جميلة الزينة. في المرة المقبلة يمكنك أن تأتي لبيتي، سأجعل لجريزموس يصنعون متنزها مائيا وسنزينه معا، سيكون مسليا. بعد أن تعيدني إلى أميرة بالطابع. أو لا، أين ذلك الشيء السحري خاصتك؟ إنه مع المحارة. جريبتي، يجب أن تخرجه وأن تعيدني إلى طبيعتي. ليبك لتحرير نفسك؟ ليت صديقتي ترو هنا لعرفت ما ينبغي عمله. ربما ترو النجدة. غريزيلدا النجدة من هناك يا صبا. صبا إنها غريزيلدا فعلاً، وهي نصف سمكة بالفعل. لست نصف سمكة، أنا حورية بحر كاملة. شكراً. هل جريبت العملاق هو من فعل هذا بك؟ أجل، لكنه لا يستطيع إعادتي كما كنت. لا مشكلة، سنعكس سحره بأمنية الثانية. زبزابزو أختارك. استيقظ يا أندو. تحقق يا أمنية، هذه الأمنية تستطيع عكس ما فعله جريبتي بك. حقاً؟ إذن أيمكنك استخدام أمنيتك لعكس ما فعله بنفسه؟ كان يحاول مساعدتي وتشابك بالنباتات. كان يحاول مساعدتك كصديق؟ حسناً، أجل، إنه صديقي فعلاً. تستطيع الأميرة مصادقة لجريبتي. غريزيلدا، أستطيع استخدام أندو مرة واحدة فقط. إذا أندو حرر جريبتي فلن تعود لدي أمنية تعيدك إلى طبيعتك. إذن استخدميها لتحرير جريبتي. ماذا؟ نحن صديقان الآن، والأصدقاء مستعدون دوماً لمساعدة بعضهم، صحيح؟ لكن ماذا عنك أنت؟ جريبتي هو من يحتاج للمساعدة، أنا بخير. أما غريزيلدا، لعلك لم تلاحظي، لكن لديك ذيل سمكة. إنه ذيل حورية بحر، وكوني حورية بحر ليس سيئاً. ولكن غريزيلدا، عليك أن تعيشي في الماء. لا مشكلة، لدي خطط لصنع متنزه مائي، وأستطيع تعليم فروك السباحة. لم تقصد ذلك، اهدأ. غريزيلدا، هل أنت متأكدة؟ أنا متأكدة، هيا بنا. حسناً أندو، قم بعملك. عد إلى حقيبتي. كنت واثقاً من نجاحك. شكراً يا بي. غريزيلدا، كان هذا كرماً بالغاً منك. ستكونين بخير وأنت نصف سمكة، أعني حورية بحر. حسناً، كان لطيفاً أن أمتلك ذيلاً براقاً، وكنت قد بدأت أتقن السباحة. لكنني أحب أحذيتي الفاخرة، وأحب أن أركض مع فروكي. آسفة غريزيلدا، لا أظن أمنيتي الأخيرة ستعيدك إلى حقيقتك كأميرة. ماذا يفعل جريبتي الآن؟ ماذا يحدث؟ الشيء السحري خاصته دخل في فمها. رمحه ثلاثي الذي استخدمه لتحويلك؟ بالطبع، لكن المحارة أغلقت فمها وترفض إعادته. نستطيع حل المشكلة، حان وقت أمنيتي الثالثة. زبزابزو أختارك. استيقظ شمشم، تحققي يا أمنية. شمشم، أمنية الاهتزاز، كيف سيساعد؟ أتذكر كيف دغدغ شمشم ذراعي في شجرة الأماني؟ أنا واثقة أن بعض الدغدغة كفيل بجعل تلك المحارة تسترخي. لم أفهم بعد. أرأيت؟ لا تضحك بفم مغلق. صحيح، لذا إذا ضحكت المحارة فستفتح. حسناً يا شمشم،
ابدأ الاهتزاز. شمشم قام بالخطوة الأولى، الدغدغة الشهيرة السريعة البطيئة السريعة. أوه، صدت البحارة الخطوة، لن يكون هناك ضحك. شمشم يبذل جهداً كبيراً. تجد صعوبة في تجاهل الدغدغة. شمشم يدغدغ في كل اتجاه ولا يبدي علامة على التوقف. المحارة لا تتحمل. فتحت المحارة يا رفاق، فتحت المحارة. يتوقف إنهاء هذا على جريبتي. أحسنت. نجحت يا شمشم، أحسنت عملا، والآن إلى الحقيبة. شمشم يتوقف كل شيء على جريبتي الآن. لدي ساقاني مجددا. شكرا جريبتي، عرفت أنك قادر على ذلك. تسرني استعادتك يا جروزيلدا. تسرني العودة إلى كل أصدقائي. والآن هل نواصل الاحتفال بيوم صداقتي على الشاطئ؟ ما زلت متوتراً هنا. لحظة واحدة جريبتي. من أجلك جريبتي، أنت تستحقه يا صديقي. شكراً على رحلة رائعة يا سبا، والآن إلى الحقيبة. يا له من يوم صداقة رائع، اتحدنا حقاً كما يفعل الأصدقاء المقربون. حسناً حسناً، توقف عن ذلك، نحن صديقان، أعرف هذا. أفضل ما في الأمر هو أن جروزيلدا بدأت تقليداً جديداً ليوم الصداقة. حقاً؟ تكوين صداقة جديدة. نعم، أنا رائعة بالفعل. كلام رائع جروزيلدا. الأميرة جريسبوت. فروكي، حبستنا في الشرفة بالخطأ، فكر في طريقة نخرج بها. وبينما تستغرق في التفكير، سأرى إن كنا نستطيع النزول من هنا. سأطلب المساعدة من أترو. لا، لا أريد، لكنني مضطرة، لا أريد ذلك، أستطيع، لن أفعل. مرحباً ترو. مرحباً جريزيلدا. أنا عالقة على شرفتي الآن، أستطيع أن أنزل بنفسي طبعاً، ولكن إن أردت يمكنك أن تساعديني. سنكون هناك حالاً، على المثلجات أن تنتظر يا بي. إيه؟ أمزح فقط. دعابة جيدة، خدعتني تماماً. لا أزال عالقة على الشرفة. قادمان يا جريزيلدا. جريزيلدا، اقفزي إلى داخل فلوتو. لماذا أقوم بالأعمال الصعبة؟ شكراً فلوتو، تستحق بعض الراحة. كان بإمكاني حقاً النزول وحدي، لكنني فضلت أن ألعب مع صديقة، أتعلمين؟ أوه عجباً، شكراً، الاتصال بترو كان فكرتي أنا. ترو، لا أسمعكم جيداً، أعيد ما قلتم. مؤكد تحبين الهتافات. من المدهش؟ أنا سعيدة لأنهم سعداء، لكني أحب المساعدة. بالتأكيد المساعدة أمر جيد، ولكن ذاك التصفيق هو هدف المساعدة، صح؟ لا، أحب المساعدة فقط. أوه، هاي ترو. أنا لا أفهم. بالتأكيد الجميع يهتفون لترو، ولكن لديها الأمنيات التي تساعدها على مساعدة الناس. هل لدي شيء مدهش كأمانيها؟ هل لدي؟ أنتم؟ الجريزمو؟ هاي، أنتم على حق، ترو لديها أمنيات، ولكن أنا لدي الجريزمو. ولدي عمل مناسب لكم. ترو
أفضل بكثير من أمنيات ترو. شكراً لكم. لا أصدق أنني شكرتهم. افعل فروكي من الباب الخلفي. ستنطلق الأميرة. انظروا إلي في كل مكان، سأفيد بقدر الإمكان. صفقوا واهتفوا، جرانجري زلدا وهي أنا طبعاً. الأميرة جريزبوت ستريك ليست من أجل أمنياتكم. صفقوا واهتفوا، جرانجري زلدا وهي أنا طبعاً. أدوس هناك وبجانبكم، جريزبوت هي من ينقذكم. العمالقة الآليين أبطال حقيقيين، وأنا هي بطلتكم. جريزيلدا وأيضاً جريزبوت هما من يساعدكم. انظر فروكي، إنها فرصتنا. لا تخافي، جاءت جريزبوت. شكراً صيدة الآلية. لا داعي للشكر، العفو. هل ذاك الهتاف من أجلي؟ اطمئنوا، جريزبوت سوف تنقذكم. أعلم أنني مدهشة. لا تتوقفوا. تذكروا أن تخبروا الجميع عن بصلاتكم الجديدة. لم أتناول غداءً كهذا من قبل. غداءً دائرياً بشكل كامل، حيث يكون كل شيء كروياً. فاكهة رولي، وكرة كرانشو، وفطيرة جلوبي، وعصيرك المفضل، كرة عصير زازوني. إن كانت دائرية ستسقط في معدتي، إنها دائرية بالتأكيد. شيء ما يحدث في الخارج. غريزيلدا، تبدين مختلفة. أهوى شعرك؟ لاحظت ذلك شو؟ لما أتصور أن أراك هنا في هذا الشارع. أنت تعلمين أنني أعيش هنا، أنت تزورينني دائما. ممتاز، عودي إلى البيت فقط ونامي. سننهي غداءنا. تستطيعين أنت وأمنيتك أن تأخذوا اليوم إجازة. الأميرة جريزبوت ستتولى المساعدة. شكرا. سيكون ذلك سهلا. منزلي. أوبس. تفضل، عليك معك. شكرا. هل نودع مملكة قوس قزح الآن أم ننتظر حتى تحطمها كليا؟ إن كانت جريزيلدا تريد مساعدة الناس فهذا أمر جيد، صحيح؟ نعم ترو، بالتأكيد، بكل تأكيد. يكفي ما قدمته من مساعدة، أنا لطيفة جداً مع الناس. مصاصة طرية؟ هل أنت مستعد لتناول الفطور؟ إنه فطور مربعي، مكعبات فاكهة، شطائر مربعة، مكعبات مقرمشة، وقوالب بودينج مربعة. لن يتدحرج الطعام هذه. وقع ولم يتدحرج. لماذا؟ ظننتها تريد فعل الخير. هذه الأفعال ليست خيرة. أتفق معك، الرقص هكذا لا يفيد أحداً. تلك ليست جريزيلدا، إنه فروكي.
ذاك الكلب لا يملك رخصة لقيادة آلية عملاقة على شكل أميرة. هيا بي. أين ذهبت الآلية؟ ترو، لا أستطيع أن أجد أميرتي الرائعة الآلية جريزبوت. انسي الأمر. فروكي. يا عزيزي، يجب أن تنزل من هنا. آلياتي، طبعاً. أنتم كبار الحجم وأقوياء، هل تستطيعون إيقاف الآلية العملاقة من أجلنا؟ آلياتي بارعون بلعب الكرة، لكن ليس في إيقاف الآليين. الأميرة جريزبوت أكبر بكثير من أن نوقفها وحدنا، نحتاج إلى الأمان. كيوميولو، إلى شجرة الأمان كيوميولو. أنا أعلم أنها مفاجأة سارة. زي، هناك أميرة آلية عملاقة طليقة، نحتاج إلى مساعدة الأماني بسرعة. ترو، لا تخبري الأماني بأني هنا. ما قصة مجسم زي؟ إنه يظل مع الأماني عندما لا أكون موجودا. مجسمك بدأ مسطحا قليلا زي. المسطح زي. سأصمم مجسمي. عودي إلى حجراتك الصغيرة. هل تحتاجين مساعدة ترو؟ نعم نعم، تحتاج ترو مساعدة. هناك مشكلة مع جريزبوت. الأميرة جريزبوت، الآلية العملاقة الرائعة التي صنعها لجريزمولي. آلية عملاقة؟ نعم، وهذه الآلية نوعاً ما تكون خرجت عن السيطرة. مؤكد سنجد حلاً. لنجلس ونفكر في الأمر. جريزلدا؟ أنا لا أجلس فوق الفطر، ولكن لماذا نجلس في وقت كهذا؟ للتفكير في حلول جيدة. على كل حال، خرجت جريزبوت عن السيطرة وفروكي عالق داخلها. بدأت تحطم الأشياء في مدينة قوس قزح. كيف تنوين إصلاح المشكلة؟ حسناً، أحتاج إلى أمنية لإيقاف جريزبوت عن الدوس هنا وهناك، ولكني أريد أيضاً الحفاظ على سلامة مدينة قوس قزح وفروكي. فروكي يصبح نازقاً عندما يفوت مداعبتي لبطنه. شجرة الأمان تستطيع المساعدة. مع جريزبوت وليس فروكي. سمعتك شجرة الأمان ترو، حان الوقت لتحصلي على أمنياتك الثلاث. أنا جاهزة. يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني أمنياتك الرائعة، شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة، شاركيني رجائي يا شجرة الأمنيات، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزة. هل كان ذلك مدهشاً أم ماذا؟ أعتقد أنه كان مدهشاً قليلاً. قليلاً؟ حسناً، مدهشاً جداً. أمنيات مثيرة للاهتمام. لنبحث في موسوعة الأماني. هذا مدهش. شكراً. أمنيتك الأولى؟ جلوبو يصنع طبقة من اللاصق، أي شيء يمكن أن يلتصق به. يجب أن يكون قوياً جداً إن كان سيثبت الأميرة جريزبوت. أمنيتك الثانية برينجيت، مغناطيس قوي جداً، يستطيع جذب أي شيء معدني.
تقصد مثل غريزبوت؟ إياك أن تخدشها وإلا أمنيتك الثالثة زيليون. يستطيع صنع نسخ عن شيء واحد يحوله إلى أشياء كثيرة. إذن إن كان لدي ماسة سأحولها إلى عدد كبير من الماسات، أو نستخدمه ليساعدنا في إيقاف الأميرة غريزبوت بطريقة ما. أوه ذاك أكيد. شكراً زي، وشكراً يا شجرة الأمان لأنك شاركتني أمنياتك. حظاً موفقاً، أمسكي بغريزبوت. أتعلم؟ قد يكون البقاء هنا أكثر روعة مع قليل من اللمعان والجواهر. لا شكراً. شكراً لك يا ميلو. غريزبوت! انتبهوا! أعتقد أن فروكي سمعني. إنها فرصتنا الآن لنرى إن كان جلوبو يستطيع جعل غريزبوت تلتصق. زب زاب زو، أنا أخبارك. استيقظ جلوبو وحقق أمنيتي. مرحبا جلوبو، هل ستساعدني؟ إذا لنجعل هذا الطريق لاصقا جدا. ممتاز. غريزبوت الآن؟ غريزبوت الملتصقة. الأميرة الملتصقة. مياو. تقصدين الأميرة غير الملتصقة. مياو. أميرتي غريزبوت، أرجوك تلك المظلة لا تناسب ثوبك على الإطلاق. ساعدوني. مسكين بارتلبي، سأخفف سرعة تلك الآلية ولدي أمنية تحقق ذلك. زب زاب زو، أنا أختارك. استيقظ برينجت وحقق أمنيتي. مستعد للمساعدة؟ حسناً برينجت، أرني إلى أي حد تستطيع جذب المعادن نحوك. خفت سرعتها، سأتفادى ذلك بحركات النينجا. قد أحتاج إلى المساعدة. سأساعدك بكلتا يدي. إلى جانب قوة مخالب القط. نحن ننجح يا برينجت، هيا. أعتقد أنك استهلكت كل طاقتك. شكراً برينجت. شكراً على مساعدتك يا جلوبو. إلى أين تذهب؟ أخيراً إنها تعود إلى قلعتي. إنها تعود إلى قلعتي. ترو، افعلي شيئاً. أوه، كيوميلو. إلى قلعة غريزيلدا لطفاً، بأسرع ما تستطيع. تلك الآلية دائمة الحركة. كيف سنوقفها ترو؟ استهلكنا أمنيتين. حسناً، أمنيتي الثالثة زيليون، يستطيع مضاعفة الأشياء. كيف نستخدم ذلك لإيقاف الأميرة غريزبوت؟ ليس الآلية من علينا أن نوقف، وإنما فروكي. سنضاعف شيئاً يحبه فروكي كثيراً. حسناً، يحبني أنا. ويحب الألعاب الرنانة. ويحبني بارتلبي. هذه هي، فروكي يحبك كثيراً. إن أعطيناه المزيد منك فإنه سيخرج ويوقف الأميرة غريزبوت، وهكذا سننقذ قلعة غريزيلدا. بعض اللعاب لن يؤذي أحداً، وسيحب العالم أن يكون فيه المزيد مني. شكراً كيوميلو.
هل أنت مستعد لتكون قططاً أكثر من أي وقت مضى؟ نعم، حرري نسخي القططية. زيب زعب زو، أنا أختارك. استيقظ زيليون وحقق أمنيتي. زيليون، هل صنعت لنا المزيد من بارتلبي؟ شكراً. هذا لن يؤذي على الإطلاق. ماذا؟ أنا أشد وسامة بثلاث مرات. حسناً يا قططبي، قفوا أمام غريزبوت ليتمكن فروكي من رؤيتكم. مفهوم. فروكي، أنا هنا. من يريد أن يقبلني؟ أنا هنا فروكي. فروكي، فروكي. إنها لا تتوقف. هل أوصلتموني إلى هناك؟ واحد، اثنان، ثلاثة، انطلقي يا قطط النينجا. الآن. شكراً بارتلبي، أقصد يا قطط بارتلبي. سأتحدث باسم الجميع وأقول لا مشكلة. هيا فروكي، هيا. أنت طيب يا فروكي. لم تتوقف غريزبوت. خذ يا بارتلبي، أنزل فروكي. أمسكت بك. قطط النينجا رائعة. فروكي. يجب أن أخرج لعبة فروكي. أوه، سوف تدوس الأميرة فروكي إن لم يتصرف أحد ما. أنا سأتصرف. فروكي. كاد أنجح. أميرة غريزبوت، سأهجر الآلية. غريزلدا، هل أنقذت فروكي؟ كان ذلك رائعا. نعم، كنت رائعة جدا، أليس كذلك؟ لكن لم يرني أحد أفعل ذلك باستثنائكم. لا، ولكن كيف تشعرين؟ بالواقع شعور مميز لسبب ما. أستطيع الاعتياد على هذا. دمرت الأميرة غريزبوت. لا بأس، سوف أصنع واحدة أخرى. لا، أمزح، سأبني تمثالا عملاقا على هيئتي. التماثيل لا تدس أحدا. لا 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 لا. هل أنت مستعد لتجعل زيليون يعيدك إلى بارتلبي واحد يا بارتلبي؟ ليس بعد، سأدع فروكي ينتهي منهما أولا. أرجوك لا. القفزة الخضراء الكبيرة. هل أستطيع النظر الآن؟ رجاءً ترو، أيمكن ذلك؟ حسناً، هل أستطيع أن أنظر؟ أرجوك 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 ترو. حسناً، افتح عينيك. ترو، إنها أكثر، أقصد إنها كيف؟ حسناً، ليس لدي أي فكرة. ما هذا؟ إنه اختراعي لمعرض ميكر شيكر، وأسميته فقاعة قلب للتعبير عن المحبة. إنه مذهل، أحببته. شاهد هذا. انتظر. هل هذه دوامة سكر براقة؟ قلب أهولي؟ بل أفضل من ذلك، إنه قلب تستطيع أكله. تعرفين طريقة لقلبي يا ترو. ستربحين شريط شعاع الشمس بالتأكيد. شكراً بي، سيكون من الجميل أن أربح، لكنني متحمسة لأرى ما صنع الآخرون. ترو، سمعت للتو عن ميكر شيكر، ساعديني بالفوز بشريط شعاع الشمس. غريزلدا، يمكنك ربحه دون مساعدتي، لطالما قمت بصنع أشياء رائعة مثل غريزبوت الضخم. لا تفعلي ذلك ترو. أو ربما غريزبوت الصغير الذي لا يدوس الناس. غريزبوت أصبح
قديماً. أحاول التفكير بشيء جديد، لكن الكريسماس يصدرون ضجةً وهم يحفرون صورتي. حسناً، هذه الصورة لا تشبهني أبداً. أعيد العمل، نتكلم لاحقاً نترو. ما هذا؟ بلورات خضراء مقرف. أريد اللون الوردي. بشع. بلورات خضراء قافزة. الآن سأعمل على هذا. أريدك. حسناً أنت. أريد منك أن تصنع لي اختراعاً. ألف تحية فضية لكم. أهلاً بكم في معرض ميكر شيكر. سيأخذ الفائز معه شريط شعاع الشمس المذهل. والآن لا تنسوا أن تصوتوا لاختراعكم المفضل. أوه، وهذا يتضمنني أنا. اختراع نيلي. هذا رائع يا ترو. ما هذا؟ يدعى فقاعة قلب للتعبير عن المحبة. أوه، وكيف يعمل؟ اسمح لي بأن أريك. آلية عمل مذهلة ووجبة خفيفة أيضاً. إنه قلب شهي. أعبر عن محبتي لك أيضاً. والآن دعونا نرى ما اخترعه الآخرون. أجل، هيا بنا. يا لجمالها، نافورة مهدئة. انظروا كيف يخرج الماء مباشرة من الصخور. مرحباً. أهلاً ميلا، ما هو اختراعك؟ أفكرت أن تحية واحدة برفع اليد ليست كافية؟ دائماً. إذن ستحبين هذا. أقدم لك قبعة تحية الكف إذا أردت أن تحيي أكثر. نابض بأكف للتحية. 1، 2، 3، 4، 5. قبعتك تزيد حجم المرح. من يريد تجربة عصيري فقاعات زازوني؟ آلة فقاعات العصير؟ يجب أن أرى كيف يعمل هذا الشيء. يمكنك ذلك. سأضغط على هذا الزر هنا فقط فتفور الفقاعات وتخرج من هنا. تدغدغ. المعذرة. صحة وعافية. صحة وعافية. المعذرة. مرحبا أيها المساعدون الصغار، ما هو اختراعكم؟ هذا مذهل بحق. حصلت على جهاز تنظيف لي. وهذا أيضا مذهل بحق. انظر بي، إنه اختراع غريزيلدا. لنذهب ونتفقده. ستحصل على بلينك بلينك قافزة، وأنت ستحصلين على بلينك بلينك، وأنت ستحصل على واحدة. مرحا. شكراً غريزيلدا. واو، إنها تقفز بشدة. أيمكنك أن توقع على كرة بلينك بلينك؟ أها، بالطبع. بلينك بلينك قافزة، اخترعتها الأميرة غريزيلدا. غريزيلدا، هل أريتني كيف تعمل آلتك؟ ماذا؟ لا أعرف كيف تعمل، ولا أهتم مطلقاً بالتفاصيل. التفاصيل هي اختصاصي. حسناً، دعنا نرى الآن. أولاً يحمل الجريزموس البلورات الخضراء ويصعدون السلم ويضعونها في القافز. وكما يبدو أن جميع البلورات تسحق لتتحول إلى مادة لزجة خضراء. صحيح، وتدور هذه المادة اللزجة على شكل كرة وتخرج من مقدمة الآلة. ما هذا الصوت؟ ترمى المياه الخضراء في النهر؟ هذا لا يبدو تصرفاً صحيحاً. لا أعتقد أن هذا شيء طبيعي. علينا أن نسأل غريزيلدا. غريزيلدا، هل كنت تعلمين أن... أنني المخترعة الأفضل. أجل، وجه مبتسم.
أتريدين أن أوقع لك؟ في الحقيقة يا جريزيلدا، كنت مع بي وراء آلتك، ويبدو أن آلتي رائعة من الخلف؟ حسناً، في الحقيقة يوجد شيء أخضر. نقوش منقطة على الكرات؟ عادة لا أحب الأخضر، ولكن هذه النقشات جميلة جداً. وجه يغمس؟ إذن هل سنخبرها عن مشكلة المياه الخضراء؟ لست أدري، تبدو جريزيلدا مستمتعة بهذا، لا أريد تخريب ذلك عليها. هيا دعنا نذهب لنرى من سيربح شريط شعاع الشمس. ربما تكون المياه الخضراء مفيدة للنهر. أنا سعيد جدا بإعلان الاختراع الأفضل في معرض ميكر شيكر. الفائز بشريط شعاع الشمس هو رجاء جريزيلدا باختراعها بلينج بلينج القافزة. تهنية يا جريزيلدا، كنت واثقة من فوزك. أرغب بشكر من ساعدني، ولكن بما أنني عملت وحدي فأنا أشكر نفسي. من أين أتتك فكرة بلينج بلينج القافزة؟ إنها ممتعة وجميلة للغاية. تقريبا اعتمدت على نفسي بكل شيء. جريزيلدا لم أرى هذا من قبل، ولا هذا، وخاصة هذا. وأنت تبدين مثل بلينج بلينج. ما كان هذا؟ كرات بلينج بلينج القافزة كبيرة فعلا. ليسوا بلينج بلينج، إنهم أشخاص. عجبا، هذه المياه خضراء. هذا مزعج. ملك قوس قزح، هل أنت بخير؟ أنا بخير، مبلل قليلا، وأشعر كأنني دائري وقافز. حسنا، ما الذي يجري الآن؟ يتحول الناس إلى بلينج بلينج قافزة. أعيدي ما قلته. حدث ذلك مع ملك قوس قزح بعد أن تم رشه بمياه النهر الخضراء تلك. آلة جريزيلدا، علينا إيقاف الآلة قبل أن يتحول الجميع إلى بلينج بلينج. فلنطلب من جريزيلدا أن تقوم بإطفاء الآلة. جريزيلدا، لا نستطيع. لما لا؟ إنها تستمتع كثيرا بالأمر، وهي لا تعرف كيف تعمل هذه الآلة. لن يكون إخبارها بالأمر المفيد. وجه مبتسم. كيف سنوقف الماء إذا؟ حسنا، نحن نعلم كيف تعمل، يمكننا إصلاحها. تعال شد معي. لما وضعت صنبورا دوارا إن كان لن يدور؟ علينا إيقاف ما يجري، سنستعين بالأمان. كيميلو، خذينا إلى شجرة الأمان من فضلك. مشكلة كبيرة. ترو، بارتلبي، هل رأيتما كرات بلينج بلينج القافزة؟ إنها ممتعة. إنها كذلك، ولكن الناس يصبحون مثلها. روعة، شيء ممتع أكثر، لكنك تبدين قلقة، اشرحي الأمر. آلة جريزيلدا تحول الماء للون الأخضر، وبعض الناس يرشون به ويصبحون نقوشا منقطة. والأسوأ أنهم يتضخمون، وبعدها يبدأون بالقفز والقفز والقفز مثل بلينج بلينج القافزة. يا للعجب، دعونا نجلس ونفكر. حسناً ترو، كيف تساعدك شجرة الأماني؟ حسناً جريزيلدا، فخورة جداً باختراعها، نحتاج طريقة نوقف بها المياه الخضراء دون إخبارها. حسناً، متأكد تستطيعين هذا. ونحتاج أيضاً طريقة لإيقاف قفز السكان، سوف يقفزون إلى الأبد إن لم نعدهم إلى طبيعتهم. سمعتك شجرة الأمان ترو، وقت حصولك على أمنياتك. أنا جاهزة.
شجرة الأمان، يا شجرة الأمان، شاركيني أمانيك المذهلة. شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جداً صغيرة. شاركيني رجاءً يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معاً نصنع المعجزة. يو بيبي بالقوة السحرية معي نصنع المعجزة. هذه الأماني مذهلة ترو، لنرى ماذا ستقول الموسوعة عنها. الأمنية الأولى تاي تاي، يستطيع أن يعقد نفسه بأي شكل من الأشكال. ممتاز، تاي تاي يعقد نهاية الأنبوب المفتوحة. تاي تاي، أوه، يملك بامبر شوت قوة قفز مظلية رائعة. يمكن أن يهبط بك للأسفل بأمان من أي ارتفاع. يمكن لبامبر شوت التقاط الناس القافزين. بامبر شوت، أوه، هذه واحدة من أماني المفضلة. كيو بيجلي، تسعدني رؤيتك مجدداً. كيو بيجلي، لكيو بيجلي جسم هلامي مهتز يستطيع امتصاص أي شيء. لا أدري كيف يمكنه إيقاف المياه الخضراء أو حتى الناس القافزين، لكن مؤكد سنستفيد من مركزك اللزج. زو زب زعب، الأماني في حقيبتي. شكرا زي، إلى اللقاء. والآن فلنوقف هذه المياه الخضراء، حان وقت أمنية الأولى. زب زاب زو، أختارك. استيقظ تاي تاي، تحققي يا أمنية. مرحبا تاي تاي، أريد أن تعطي هذا الأنبوب عناقا كبيرا. نعم، وداعا أيتها المياه الخضراء. أين قبعة ميلا عندما تحتاجها؟ مرحبا. أريد أن أصبح قافزاً. كيف حال الجميع؟ كل أحشائي تهتز. أنا متعبة، لا أستطيع أن أقفز أكثر. الأرق النيلي، إن ذلك يفسد قيلولتي الملكية. تماسكوا، سوف نجد حلاً. كيميانو، خذينا للأعلى من فضلك. لا أمل من هذا مطلقاً كيميلو. حان وقت أمنيتي الثانية. زب زاب زو، أختارك. استيقظ بامبر شوت. بامبر شوت، تحققي يا أمنية. مرحباً يا بامبر شوت، أحتاج مساعدتك بالتقاط وإنزال هؤلاء الناس القافزين. بامبر شوت، هل هذا سيجدي نفعاً؟ هناك طريقة واحدة، اقلبي نفسك يا كيميلو. تمسك ببامبر شوت. حسناً بامبر شوت، الآن بامبر شوت. نجحنا، توقف الجميع عن القفز. ممتاز، شكراً يا ترو لإيقاف قفزنا. لم أكن لأفعلها لولا بامبر شوت، كنت مفيداً للغاية. بامبر شوت، عد إلى الحقيبة الآن. حسناً، ابقوا ساكنين، إن تحركتم ستبدأون بالقفز مجدداً. ترو، أعتقد أن عقدة تاي تاي ستحل. أوه لا، حسناً، أعتقد أن الوقت قد حان لنخبر غريزيلدا بأن تطفئ آلتها. معدتي متقلبة. عصير سازوني يهدئ المعدة. ربما العصير سيهدئها. أعذروني، أشعر أنها أقل تقلباً. ولن هي أقل. ما اسمك؟ تفضل، الجر اللطيف. أتالي، طابور طويل. غريزيلدا، 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 أذنا الأرنب. أتالي، لا تسمعنا، علينا أن نتجاوز.
تجاوز هذا الحشد. يبدو لي أن هذا من اختصاص سيد تجاوز الحشود. اتبعيني. كدنا نصل. كم تريدون من المخرمشات ليكون دوري أنا وصديقتي لنرى الأميرة تلياً؟ علينا أن نصل ونخبرها مهما كلفنا الأمر، حتى لو علينا أن نقف بالطابور. التالي التالي التالي. غريزيلدا، ما اسمك؟ إنها أنا. تفضلي، إنها أنا. علي إخبارك بشيء ما. علي إخبارك بشيء ما. اسم مميز. غريزيلدا، إنها أنا ترو. آلتك تحول الناس إلى بلينك بلينك قافزة. ماذا؟ مستحيل، كيف لآلة أن تحولهم لكرات؟ حسناً. اسمحي لي ترو، عندما مرت البلورات الخضراء عبر الآلة لم تكن بلينك بلينك القافزة هي فقط ما يخرج منها. عبرت المياه الخضراء في المدينة وانتفخ أي مواطن قام بلمس تلك المياه وبدأوا بالقفز أعلى وأعلى. كان علينا نقفز على كيميلو للإمساك ببامبر شوت. هرينا لإخبارك لتطفي الآلة لكن لجريزمو رفضوا. رجوناهم ورفضوا، رجوناهم ثم رفضوا. كان علينا نقف في الدور حتى نقول لك: غريزيلدا، آلتك تحول الناس لبلينج بلينج. عمل جيد. ما الذي يحدث؟ سوف تنفجر. فلينخفض الجميع. أنا مرقطة بالأخدان ومنتفخة. ما الذي يحدث؟ أصبحت تقفز عاليا أكثر من البقية. كيميلو، الحقي بتلك الأميرة الكروية القافزة. إنها تقفز بهذا الاتجاه. أحتاج إلى إنقاذ الملكي. نحتاج أن نمسك بها. نحتاج لشيء قافز ولزج. يبدو شهياً. بالفعل، أليس كذلك؟ أنقذوني عوضاً عن الكلام. خذينا للأسفل كيميلو. حان وقت أمنيتي الثالثة. زب زاب زو، أختارك. استيقظي كيو بيجلي. تحقق يا أمنية. مرحبا كيو بيجلي. كيو بيجلي، ستسقط غريزيلدا على الأرض في أي لحظة ونحتاج لتمسك بها. حسنا، من هذا الاتجاه. لا، من هنا. لليسار. من هنا. إلى يميني. لا، يساري أنا. حسنا حسنا، هنا. نجحنا. نعم، عمل جيد كيو بيجلي. والآن لنعود بغريزيلدا للمعرض. علينا أن نلغي انتفاخ الجميع. ماذا الآن؟ نادراً ما تكون الأميرات مرقطات ولا يكن منتفخات ولا خضراوات اللون بالتأكيد. لا تقلق غريزيلدا، نريد فقط أن نجد طريقة لنلغي انتفاخ الجميع. رائع، لم تعودي منتفخة بعد الآن. لا، عصير فقاعات زوزوني أجدى نافعاً. المعذرة. أوه، سأشرب العصير. المعذرة. أيها المزارع، أعطني فقاعة العصير. فقاعة عصير قادمة إليك. ما بك؟ لم تتجشئي. التجشؤ ليس من عادات الأميرات. ولكن إن لم تتجشئي ستبقين منتفخة إلى الأبد. قد أقوم بأشياء عادة ولكن لن أقوم مطلقا ب... أنا آسفة. حسنا، لن أقوم بذلك أبدا مجددا. عدت كما كنت. شكرا كيو بيجلي، وأنت أيضا تاي تاي، قدمتما مساعدة كبيرة. زو زب زعب، الأمان في حقيبتي. شكرا 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 شكرا. العفو.
عفو جريزيلدا. وبخصوص آلتي، أعتذر لأنها سببت المشاكل. وأنا أعتذر أيضاً جريزيلدا، كان ينبغي إخبارك عن المياه الخضراء منذ البداية. سأفتقد الصور والتواقيع وكل تلك التذكارات، لو أستطيع أن أتخلص من مشكلة المياه الخضراء. انتظري، لدي فكرة. نجح الأمر، آلة التنظيف أجدت نفعاً. أنت عبقرية ترو. شكراً بارتلبي، من الجيد رؤية كل شيء يعود لطبيعته. التالي، وجه يعبر عن الطبيعة. مجالسة اليتي. قرية اليتي، المحطة القادمة. هل وصلنا؟ هل وصلنا؟ هل وصلنا؟ وصلنا؟ غادرنا للتو يا بارتلبي، لا ألومك لكونك متحمساً جداً، لا أطيق الانتظار لرعاية توأم اليتي الثلاثي. وأنا أجل، ثلاثة من صغاريتي يعادلون ثلاثة أضعاف من المتعة، لذلك وضبت جميع ألعابي. لا أدري إن كانوا سيحبون الصافرة أو كرات القصدير أو الوجوه المضحكة. وثقة أن أطفال اليتي سيحبون ألعابك. شكراً لإحضارها يا بارتلبي، وشكراً لك يا جريزيلدا لقدومك للمساعدة. لا شكر على واجب. أتعرفين أنا خبيرة فيما يتعلق بالأطفال. أنظر، أحضرت معي كتاب كيف تربي فروكي بقلم أكثر الكتاب روعة في الدنيا. أنا فصل كامل عن حديث الطفل. أنا فصيحة، اسمع بارتلبي، الطفل الصغير متحمس لرؤية يتي وتيس. إنها جيدة. أنت خبيرة أطفال حقا. ربيت فروكي بنفسي وكبر بشكل مثالي. مجلسة الأطفال ستكون سهلة. علينا فقط أن نتذكر ألا نجلس على الأطفال، فهمتي يا جريزيلدا؟ لا جلوس على الأطفال أبدا. أنظر، لدي فصل كامل، كيف عليك ألا تجلس على الأطفال؟ المحطة الأخيرة، قرية اليتي. وصلنا. سيكون هذا رائعا جدا. أهلا. مرحبا يا أورغ، نحن مستعدون لمجالسة توائمك الثلاثة. أحضرت كتابي عن تدريب فروكي. وأنا أحضرت كل ألعابي. مرحبا سنيك. أهلا صغار. بروك، يورك، فلوف. جميلات كفاية ليكن أميرات. حسناً، حصل الصغار على قيلولة للتو. وتناولوا قليلاً من توت النومل. والآن هم مستعدون للعب. هل قال أحدكم وقت اللعب؟ لا، ليس هذا. نعم، ماذا سنلعب؟ الإمساك لاحق ذيلك بشكل دائري؟ أم لعبة العناق؟ يستطيع فروكي لعب هذا لساعات. ووووووو، لا 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 لا، لا. نراكم عند المغيب، سنتأكد من وجودهن في سريرهن. أيتها اللطيفات، من هي المستعدة لتدغدغها ترو؟ هاي، أين اختفين؟ أمسكت جروك، كنت ممسكا بها. لا أحد يلبس التاج. انزلي، اجلسي. حسناً، أنت فتاة جيدة جروك. تعبت يداي. سأضعك أرضاً. حسناً، من يرغب بالذهاب في رحلة على ظهري؟ يورك، ها أنت هنا أيتها الفتاة المضحكة. إمساكة نينجا ممتازة بي. تدحرجي، صادحني. أظن أن علينا أخذ حزمة المرح هذه إلى الخارج، حيث الأشياء أقل قابلية للكسر.
كان يرغب بالذهاب في رحلة صغيرة في العربة. لحظة، نحتاج للألعاب. فروكي لا يغادر المنزل أبداً دون لعبة المضغ المفضلة لديه. ماذا لديك يا بير؟ لنرى الفأر ذو الصافرة. لا لا لا، كرة الصوف. أي يريدها أحد؟ حسناً، جمهور صعب الإرضاء. لنرى. إذا فكرنا بيتي فإنهم سيحبون كرات القصدير. الصغيرات غادرن بدوننا. حسناً، من يريد دفعة من العنبر تلبي بعد أن يأخذ قسطاً من الراحة. فلوف، يا لحم الوضعية اللطيفة، أثبت الآن، علي أن أصور هذا. جاهزة؟ قولي أنا لطيفة. انزلي إلى هنا، هيا. الشيء الوحيد الألطف من الأميرة هو أميرة مع صغيريتي. يا فتيات، احذرن. عليك أن تنزلي حالاً، هيا. لا أجد الصفحة التي تتحدث عن ما نفعل عندما يتسلق فروكي مكاناً عالياً. لا، اجلسي مكانك. كان ممتعاً، وتعلمنا ما هو الممتع أيضاً. نزهة لطيفة على ضفة النهر. أنت محقة يا ترو، هذا يبدو أقل قفزاً وتحطيماً. ها أرأيتم؟ أليس مسلياً؟ أظنها تريد شم الشجرة. يحب فروكي شم الأشجار كثيراً، وعندها... فروكي لا يفعل هذا! شكراً جروك، ولكن علينا وضعها أرضاً الآن. حسناً؟ مهلاً، عنيت أن أعيدها إلى مكانها. عمل جيد فلوف. أري جروك كيفية اللعب لطفا مع الأشجار. تلك الشجرة تتجه نحو الجسر. ترو، هذه كمية كبيرة من الماء. من الأفضل الذهاب لإيجادها ونرى بعدها ماذا سنفعل. واثقة أن هناك شيئاً ما عن كل هذا في كتابي. تعالي أينما كنتن. ابقينا في أماكنكن ونحن قادمون لأخذكن. هيا بسرعة، اقفزا. يجعلنها سهلة جدا. هذا لا يشبه أبدا تدريب فروكي. ستساعدنا الأماني كيميولو. كان هذا وشيكا. شكرا. غريزلدا، هل لديك مانع في مراقبة التوائم؟ طبعا لا، أنا المسؤولة. كالمعتاد. عظيم، سنعود على الفور. فلنذهب إلى شجرة الأماني. هيا كيميولو. Thank you.
مشكلة كبيرة. خرج توائم اليتي الثلاثة من العربة. وجدناهن وعندها بدأنا باقتلاع الأشجار. سد النهر وقرية اليتي غمرت بالمياه وجرازيلدا تطفو هناك. والصغيرات مستيقظات. وسيعود أورج وسنيك إلى المنزل في أي دقيقة. معادلات غير متوازنة. هذه مشكلة كبيرة. لنجلس ونفكر قليلاً. حسناً ترو، كيف ستساعدك شجرة الأماني؟ حسناً، التوائم بخير، لذلك أولاً علينا أن نوقف الفيضان في قرية الياتي. فكرة جيدة، عليك معالجة المشكلة الأكبر أولاً. هناك الكثير من المياه حيث إن كل شيء يطوف. والسير على الأخشاب أصعب كثيراً مما يبدو، فعلاً. لكنه سهل على التوائم، يستحيل اللحاق بهن، لذا نريد طريقة لتطويقهن. سمعتك شجرة الأماني ترو، حان الوقت لحصولك على أمنياتك. أنا مستعدة. يا شجرة الأماني، يا شجرة الأماني، شاركينا أمنياتك المذهلة. شاركيني يا شجرة الأمنية، شاركيني بأمنيات جدا صغيرة. شاركيني رجاءً يا شجرة الأمنية، بالقوة السحرية معا نصنع المعجزة. تؤدي بالقوة السحرية معا نصنع المعجزة. لدي شعور رائع عن هذه الأماني، لنرى ماذا ستقول الموسوعة عنهم. هذا هو جرابلو. جرابلو. لدى جرابلو قدرة على إمساك الأشياء، وبإمكانه أن يمسك أي شيء وحتى رفع أثقل الأغراض. رائع، بإمكانك يا جرابلو مساعدتنا في فتح النهر. الأمنية التالية هي هاكزي. أجل، أمنية مسلية. هاكزي يحب لف أي أحد في عناق قوي ومتين. من لا يحب العناق؟ العناق. بإمكانك يا هاكزي مساعدتنا في إمساك التوائم. وأخيراً وبالتأكيد ليس آخراً، لدينا تويستي، أمنية خارقة للقوة. من الرائع رؤيتك مرة أخرى يا تويستي. يحمل تويستي قوة طبيعية، يمكنه برم أي شيء حتى الإعصار القوي. هذا مذهل جداً، لست متأكدة كيف يمكن للبرم مساعدتنا في الفيضان أو صغار الياتي، ولكن أنا متشوقة لأجرب. زو زب زاب، الأماني في حقيبتي. هيا بنا لنصلح قرية الياتي. شكراً زي. إلى اللقاء زي. إلى اللقاء. عمل رائع في مراقبة الصغيرات جريزيلدا. لا مشكلة، تعلمين دائماً أنا رائعة في مجالسة الصغار، والآن أعلم أنني مذهلة في حضانة العربة أيضاً. حان وقت قوة الأماني. لكذلك كيميلو، إلى الجسر رجاءً. حان وقت أمنيتي الأولى. زب زعب زو، أختارك. استيقظي جرابلو، تحققي يا أمنية. مرحبا جرابلو، أترى الجسر الذي هناك؟ هناك شجرة ضخمة عالقة أسفله، هل بإمكانك إمساكها وإخراجها؟ عظيم. حسنا جرابلو، خذ موقعك. الآن اسحبها. استمر في المحاولة جرابلو. مرحى، مستوى الماء بدأ ينخفض. Yes.
لاحقاً. جرابلو، كان هذا مثيراً للإعجاب. اضرب كفك جرابلو. أنا بخير. ألطف السمكرياً على الإطلاق. والآن عد إلى الحقيبة. حسناً، وقت تطويق الصغيرات وإعادتهن إلى المنزل قبل الغروب. أين صغيرات اليتي اللطيفات؟ هذا لم يجب على سؤالي. في أي اتجاه الذهاب؟ تتأرجح يورك وفلوف هناك وهناك وهناك. حسناً، ولكن أين جروك؟ أتى الصوت من ذاك الاتجاه. لا تقلقنا يا صغيرات، أنا سأقوم بإنزالكن. ترو، كيف سأقوم بإنزالهن؟ حسناً، سنعطي الصغيرات شيئاً يحببنا. العناق، حان وقت أمنية الثانية. زب زب زو، أختارك. استيقظ هاكزي، تحققي أمنية. حسناً هاكزي، يحتاجنا صغيرات اليتي إلى عناقك القوي والمتين. أنا ده. هذه فرصتك هاكزي، إنه وقت العناق. احتضان جميل هاكزي، يمكنك إفلاتها الآن. شكراً جروك. لنثبتك هنا لنتأكد أنك ستبقين هنا. يورك قادمة. حسناً يا هاكزي، موعد الجولة الثانية. أهلاً يورك، كان ذلك ممتعاً، أليس كذلك؟ أمسكنا صغيرتين حتى الآن وبقيت واحدة. أتمنى أن يكون مخزون العناق لديك ممتلئاً. لا حاجة لذلك، يمكن لهاكزي أن يترك هذا لي. في كتابي فصل كامل عما نفعله عندما يكون فروكي مفلتاً من طوقه. تعالي إلى هنا وكوني فتاة لطيفة. عند تدريب فروكي، قدم له الطعام كمكافأة. لدي طعام لذيذ. أمسكك. هيا هاكزي، انطلق يا ترو. انطلق هاكزي. أمسكت بك. رائع، إمساكة جيدة. شكرا لك. أنتن يتي لطيفات، أنتن كذلك. أجل، شكرا على كل شيء هاكزي. والآن عد إلى الحقيبة. حسناً، انتهى الأمر. لنعدكن إلى منزلكن وسريركن. يشعرنا بالنعاس. علمت أن مجالسة الصغار ستكون سهلة. جيد أنك أحضرت كتابك جريزيلدا. إحضارك لألعابك كانت فكرة رائعة بارتلبي. نحن جيدون في مجالسة الأطفال. أوه، يا له من غروب جميل. أحب الطريقة التي أشعر به على وجهي. الغروب. انظرا، أورغ وسنيك في طريق عودتهما من الخارج. أورغ وسنيك؟ أتمنى ألا يريا كومة الأشجار التي هناك. إنها فوضوية. كومة الأشجار؟ أو لا، لا يمكننا ترك قرية يتي هكذا. إزالة الأشجار ليست في كتاب المجلسة. جريزيلدا وبارتلبي، أعيدا صغيرات اليتي إلى أسرتهن قبل وصول أورغ وسنيك. من سينظف الفوضى ترو؟ سأعتني بهذا الأمر. حسناً، ترو، نحن لها. حان وقت أمنية الثالثة. زب زب زو، أختارك. استيقظت وستي، تحققي يا أمنية. مرحبا توستي، نحتاج مساعدتك وبسرعة. أترى تلك الأشجار التي هناك؟ نريد إزالتها قبل أن يصل الأبوان ياتي إلى المنزل. أعلم بأنك تستطيع صنع إعصار قوي لرفعها.
يا توستي. حسناً، لنضع هذه الأشجار أرضاً يا توستي. عمل رائع، هيا بنا لنذهب وننضم إلى بارتلبي وجريزيلدا بالتأكيد وضعا الصغيرات في أسيرتهن. حسناً توستي، هذه هي فرصتنا. عمل رائع، شكراً جزيلاً لك للمساعدة. زوز زبزاب، الأمان في حقيبتي. شكراً على هذا اليوم الممتع، جعلتننا نستنفر طوال الوقت. أتمنى أنكما قضيتما وقتاً رائعاً كالوقت الذي قضيناه مع التوائم الثلاثة. إنهن يعرفن كيف يلعبن بحق. من الجيد أنني كنت هنا لأنه لم يحصل أي أمر سيء بطاقتي. أحضرتما شيئاً لنا؟ لم يكن عليكما فعل ذلك إطلاقاً. عصير فقاعات زاسوني المجمدة. شكراً جزيلاً لكما لأفضل فريق مجالسة أطفال على الإطلاق.